السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناه نمتو 21 تي في. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. طبق اليوم كيف ما كتشوفوا اللي هو البايلا فواكه البحر والدجاج اللي كتجي بنينه بالروس. انا شخصيا من عشاق الروس، واي وصفه كتكون فيها الروس كنحماق عليها. وهذا الطبق البايلا كتجي لذيذة بزاف، كتجي معلكة، كتجي منكهة، كتجي منسمة، كتجي شي حاجة اللي رائعة كتستحق التجربة ديالكم. الطريقة ديالها جد سهلة ومبسطة، خليكم حتى نهاية الفيديو وباش تشوفوا الطريقة والمقادير. وكما العادة فرجة ممتعة. غادي نحتاجو في المقادير على بركة الله. عندي هنايا واحد البصلة كبيرة مشلضة كما كتشوفوا، عندي هنايا 300 غرام ديال الروس، عندي هنايا الفلفله الوان 3 ديال الالوان، عندي هنايا الفلفله المشويه، عندي نحتاجو هنايا، عندي هنايا المرقد ديال الحوت، انا نقول لكم كيفاش عملتله. غنحتاجو هنايا، عندي هنايا الفخيطات ديال الدجاج، عندي هنايا الفخو دمير، عندي هنايا الكالامار، عندي هنايا الكروفيت، عندي هنايا ليمول، عندي هنايا الجلبانه، عندي هنايا زيت زيتون، عندي هنايا 4 ديال الكاس، وعندي هنايا عصير ديال حامضه، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال العطريه ديال البايلا، عندي هنايا واحد معلقه صغيره عامره ديال الثوم بودره. انا ما توفرتش على الثوم عاديه، يمكن لكم تستعملوا الثوم عاديه فعملت ثوم بودره. عندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال القزبر اليابس، وعندي هنايا معلقه صغيره ما عمرش ديال الفلفل الاسود، يعني نص ديال المعلقه. خصوص الملحه ما غاديش نستعملها دابا لان ديجا عندي المرقه ديال الحوت ديجا مالحه، المهم عيني ميزاني. خصوص هاد المرقه ديال الحوت، خديت هاد فخو دماغ، خديت يترو ديال الماء وسلقت فيه هاد فخو دماغ، زدت عليهم واحد كنور ديال الحوت باش كنحصلوا على هاد المرقه هادية. دابا اول حاجه كنبداو بها ناخذ المقله اللي غادي نطيبوا فيها، كنعملوا فيها زيت زيتون. هاد تقدروا تعملوا زيت زيتون ولا زيت نباتيه، ولا مزيج بين زيت زيتون زيت نباتيه. غادي نضيف هنايا داك البصله، هنايا غادي نشحرها شويه، هنايا من بعد ما تشحرت البصله شويه دابا مباشره غادي نضيف لهنايا الروس. هنايا الكميه ديال الروس ديال المقادير كاملين، يعني على حسب عدد الافراد كل واحد، يعني تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا. دابا مباشره غادي نضيف هنايا ديك الفلفل الالوان، غادي نضيف هنايا جوج معالق كبار ديال العطريه ديال البايلا، نضيف العطريه المتبقيه، ثوم الفلفل الاسود والابزار، عفوا القزبر البودره. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم كينسجمو. هنايا مباشره غادي نضيف داك قطع ديال الدجاج. بالنسبه لهالقطع ديال الدجاج، انا هنايا دهنتهم بالزبده ورشيتهم شويه ديال الفلفل الاسود ودخلتهم من الفران. هنايا تقريبا راه طايبين 90%، لان كيف ما كتعرفوا الحوت راه دغيا كيطيب. غادي نضيف هنايا الفرجنا، غادي نضيف هنايا داك الكالامار، غادي نضيف هنايا هاد الليمون، غادي نضيف هنايا داك الجبانة،
غادي نضيف هنايا المرق ديال الحوت، هنايا القياس ديال المرق ديال الحوت كيجي مضوبه على قياس ديال الرز. انا استعملت 300 غرام ديال الرز، يعني نورمالمون خصني نستعمل 600 ملل ديال المرقه ديال الحوت، يا اما تزيدوا يا اما تنقصوا على حساب الرز ديالكم. غادي نضيف هنايا ديك الخوفيت، صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان معاكم. هنايا غادي نضيف داك الربع ديال العصير ديال الحامضة، هنايا غادي نزيد الليمون، هنايا غسلتهم مزيان، هنايا باش تعرفوهم اللي ما كيكونوا ما صالحينش ما كتخويو عليهم بالماء كيطلعوا في الراس، هادو كيكونوا ما صالحينش. صافي غادي نستفهم بهاد الطريقه هادي، غادي نضيف هنايا المرقه ديال الحوت، صافي هنايا غادي نخليها طيب وما يطيب تلقاها ان شاء الله. هنايا من بعد ما طلعت فيها الغليه دازت واحد 10 ديال الدقائق، هنايا غادي نزيد انا شويه ديال المرقه ديال الحوت، لان يعني كما قلت لكم انا عملت هنايا يطرو، يعني ضروري هنايا غنبقاو نزيدو المرقه اللي كانت باقي خصها المرقه ديال الحوت غادي تزيدو، ما كانش باقي خصها ما تزيدوش على حساب الراس، كاين الراس كيشرب دغيا كاين الراس ما كيشربش. بالنسبه لمرق الحوت انا استعملت هنايا 700 ملل. صافي هنايا هذا القياس اللي غادي نزيد، هنايا كيف ما كتشوفوا هاد الليمون هادو مره اون فوا كتطلع فيهم الحراره راه كيتفتحوا الراس، هما تقريبا كاملين تفتحوا. صافي هنايا غادي نغطيها، صافي الومنيوم باش تدور عليها ديك الحرارة، صافي هنايا غادي نخليها طيب وما يطيب تلقاها ان شاء الله. وهنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيضة اللي حطيت معاكم اليوم، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي فريمون كتلذيذة بزاف، كيجي فيها واحد المذاق اللي رائع ما تشبعوش منه، وحتى ملي كتكون كطيب واحد الريحة يا سلام، هادشي قبل ما تذوقوها حين تاكلوها طبعا اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. وهنايا غادي نقيس معكم ونوريكم كيفاش كتجي، كتجي طايبة تبارك الله، كتشوفوا يعني الراس حبة على حبة، يعني ما معجنش مرة، في نفس الوقت راه طايب كلشي طايب، الحوت اصلا دغيا كيطيب، الجداد راه ديجا كيما قلت لكم كليتو يعني راه طايب. وكيكون هذا هو الطبق النهائي اللي حضرت معكم اليوم، بايلا فواكه البحر وقطع الدجاج. كنتمنى ان فيديو اليوم ووصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم، واكيد تجربوا الوصفه وتعطيونا الاراء ديالكم، وعلاش لا تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. والى اللقاء مع فيديو ووصفه جديده ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، مع السلامه.